أنا الحين في الصحراء، المكان اللي فيها أقسى وجه من وجوه الطبيعة. هنا البقال الأقوى، والإنسان رغم ضعفه إلا أنه بذكاه قادر أن يستفيد من كل شيء حوله حتى يكون سيد الأرض، مثل الطير اللي ذكاه ونقطة قوته وخلته دائم يتفوق على كثير من المفترسات مع أنها أضعف من أغلبها، ونمت عنده غريزة البقاء اللي أورثها من جيل إلى جيل. أنا صقار، والذكاء الفطري زدت عليه اللي كسبته من السكارة، وقوتي بصوتي، وحلمي أورثه للجيل اللي بعدي، وهذا الحلم ما يكتمل إلا باللقب، وأنا إن شاء الله أني صاحبه.